وبركاته. والله شكرا على الدعوة دي، وأنا إن شاء الله حبقي مخترع زي محمد عثمان البلولة. والله أنا سمعت عن الأخبار المفرحة، فقال لي أبوي أن البلولة حيجي يكلمك، أنا اتصلت من الفرح، فعشان كده لازم أستعد. أنا مبسوط، يعني مبسوط جدا. أوعد محمد العثمان بلولة بعمل اختراعات تنفع الناس كلها، فإن شاء الله في المستقبل حبقى زيه. باش مهندس عالم محمد البلولة قال لي يا أخي من رأيي ده عايز أقابله. كتر خيره، رغم ضغط العمل بتاعه ومتابعته للمبدعين، أنا الرايل ده حدد لنا زمن قابلنا في بيته في شقته، وفعلا قدم العرض بتاعه وكرمه. كتر خيره يعني، كرمه قبل ما أنا أكرمه، وكرمه قبل ما مدرسته تكرمه، وكرمه قبل ما دولته تكرمه. فنحن حسينا أنه فعلا في ناس بتبدع وفي ناس بتتابع المبدعين عشان ما يبدعوا. رحب بالعالم محمد عثمان بلولة لزيارته الثانية لنا في بيتنا، وهو يتغفل المبدعين، أمير المبدعين أو عالم المبدعين، شرف للأمة الإسلامية وللشعب السوداني. نرحب مجددا بالعالم باشمهندس محمد عثمان بلولة لزيارته لنا في بيتنا المتواضع وتكبده للصعاب السفر من إمارة لإمارة عشان ما يجي يصل ويشوف المبدعين. يعني نحن عايزين عن الشكر، ونتمنى أنه يعني تتواصل زياراته مع كل المبدعين، ونتمنى نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقه في مشواره وخدمة للأمة وخدمة للوطن. عبد الله عبد الحميد ضوينة والد المخترع الصغير أو محمد عبد الله. محمد مواليد الشارقة 6 رمضان 1311 13/12/999 قبل يوم واحد. محمد الحقيقة زي وزي طفل بدأ حياته يعني نوع من الشقاوة ونوع من حب الاستطلاع. يعني من عمره 3 سنوات كان بيجي وبهبش في الجهاز، وكان الناس بيقول لنا حيخرب لهم الجهاز ده، بنقول لهم خلوه يخربوا المرة الأولى، المرة الثانية ممكن المرة الثالثة يصلحوا. أذكر مرة شفرت الكمبيوتر قفل، فجيت قلت عشان أودي التصليح، يعني قال لي أنا حصلح فيه، لأن عمل حاجة كده فتح بها الكمبيوتر، أنا الليلة ما عارفة عمله كيف، دي متروكة له هو. فكان معظم وقته بيجيب الألعاب، يفرتق الألعاب، فكانت أمه بتنزعج من الحكاية دي في البداية، بقول لها يخليه طالما انه عنده ميول وعايز يعمل حاجه خليه يشوف حيعمل شنو. احيانا بيقول لي يا خايف يعمل له عمليه يفجر البيت ولا يدور نفسه ولا، فاقول له ما بيعمل. ففي المدرسه اول ما مشى المدرسه تقريبا كان عندهم بعض البرامج او بعض الاعمال اللي سموها في المدرسه تقريبا نشاط، جاء عمل لمبه اللي هي الضوء، المصباح الضوئي، وداوا المدرسة العملية تقريبا أخذت إعجاب المدرسة. ثاني تقريبا عمل بص المدرسة، عمل ديزاين لبص المدرسة، وكانت والدته بتساعده في بعض الحاجات. خلص من ديزاين بص المدرسة بقى عنده ميول، كل ما مرة يقول أنا داري أعمل حاجة، عمل بركان، عمل حاجات، يعني في بعض أنا بيجي بلقى البيت ده عبارة عن ورشة هنا. أحيانا بيخبي الواجب من أمه وبقول لها أنا حليت الواجب على أساس أنه مكون مشغول بالألعاب. في جاز للسودان مشينا الوبيض للوالد هناك في الزراعة، مشى معايا الزراعة، الحكاية كان عجبته جدا، مشى معاهم زرع معاهم في الزراعة، وقال لي الحكاية دي متعبة جدا جدا، انتوا ما عندكم مزارع آلي؟ يا جدو قال له مزارع آلي دي شنو؟ قال له والله انا ما، بس لكن ان شاء الله انا جدو هعمل لك مزارع. في نفس السنة جايين جمارك مطار الخرطوم اخرون، فاتتهم الطيارة زحمة، كان ما عندهم كان الحجز، والحكايه دي جات على حساب الزمن الدراسي هنا، فاصر قال عايز يعمل طياره عشان مفتكر ان الحكايه ما عارف كيف، اعمل له طياره عشان يسافر براو. من تتبعين في التواصل الاجتماعي خشيت على صفحه العالم محمد البلوله كتر خيره، لقيته كان عامل اعلان. اي زول اي طفل مبدع او انسان عارف
طفل مبدع في السودان في اي مكان يدوا معلومه وكان مخلي عنوان. حقيقة اتصلت كالعاده زي اديته معلومه قال لي حسي ده عايزك ترسل لي السي في بتاعه وبياناته ورقم تليفونه. قلت له انا في السودان لكن الرائد ده في الامارات معكم هناك. فقال لي اوكي اديني ما انا طريقه التواصل اقدر اتواصل به. وفعلا اتواصل هو في خلال الفتره دي عمل طياره. انا ما حضرت الموضوع ده. امه قالت لي محمد عمل طياره وعمل عربيه بتاع السباق وعمل مزارع عالي. اعتبرت الموضوع يعني كلام. فقلت لها على اي حال اذا العالم محمد البلول اتصل عليكم انا خليت له رقم محمد لحد ما انا اجي اتواصل معاه واذا عايز اي معلومه ممكن يديها له. باشمهندس عالم محمد البلوله قال لي يا اخي من رايي ده عايز اقابله. كتر خيره رغم ضغط العمل بتاعه ومتابعته للمبدعين انا الراجل ده حدد لنا زمن قابلنا في بيته في شقته وفعلا قدم العرض بتاعه وكرمه كتر خيره يعني كرمه قبل ما انا اكرمه وكرمه قبل ما مدرسته تكرمه وكرمه قبل ما دولته تكرمه. فنحن حسينا انه فينا فعلا في ناس بتبدع وفي ناس بتتابع المبدعين عشان ما يبدعوا. وقدم له برضه بعض الهدايا من ضمنها تقريبا جهاز الاندروينو وبعض الاجهزه كده بتساعده في ابداعاته. الحاجه اللي عايز اقولها انه محمد عثمان بلوله العالم محمد عثمان بلوله بتغفى المبدعين في بيوتهم عشان ما يوثق لهم. في الزمن لانه المريض بيبحث عن الطبيب محمد عثمان بلولة أول طبيب يبحث عن مريضه داخل البيت. وإن كان التعبير ما بين العالم والمبدع والمريض لكن نعتبر أنه طالب العلم في محل المريض. فمحمد عثمان بلولة ذكرني أنه هو عبارة عن بخت الرضا التي فقدناها بخت الرضا التي وثقت وعلمت علماء السودان في كل مناحي العالم إلى أن غزو الفضاء في الولايات العربية في ناسا في أمريكا وإن كان في الغرب في كأطباء أو في كل المجالات. محمد عثمان بلولة تاريخ يعيد نفسه عبارة عن بخت رضا متحركة تتغفى زي ما قلنا المبدعين في ديارهم عشان ما تقول هنا يوجد مبدع هنا مشروع لعالم جديد. نحن يعني عايزين عن شكر لمحمد عثمان بلولة ونقول له ربنا يكثر من أمثالك لأنه نحن كأولياء أمور ومواطنين في حوجة لحالة زي حالتك دي. أول شيء بقدم التهنئة لابني محمد عبد الله لجائزة العالم عثمان البلولة وبنشكره شديد شديد يعني على تكريمه لي محمد. وإن شاء الله إلى الأمام كان ابننا محمد ولا ابننا البلولة إن شاء الله إلى الأمام دائما. بشكرهم كثير بشكر محمد البلولة كثير. وبالنسبة لمحمد يعني مما قام طفولته يعني شقية. أول حاجة كان تعبني تعب شديد بالنسبة للإلكترونيات يعني لا خلى لي تلفزيون ولا خلى لي تلفون ولا استشوار أي حاجة. وبالمناسبة لما أكون مارقة أي مناسبة ولا شيء ما بخلي وراي بخاف لأنه مرة يقول لي داير أعمل حاجة ومرة حرق لنا البوتجاز ومرة المطبخ ومرة يعني التلفزيون ومرة كبلية الموية جوا الريسيفر يعني عنده حاجات يعني عنده حاجات كثيرة جديد معاي. بالنسبة للاختراعات دي أنا كل ما يعمل حاجة يقول لي أنت ما عندك موضوع ما تزعجني بحاجاتك دي خربت لي البيت يا محمد كسرت لي الحاجات. فأبوي يقول لي لا أصبر عليه وخليه شوف فاهم شنو عايز يعمل شنو. فمرة قاموا طلبوا منه المدرسة زرنا قالت عندها نشاط. قلت والله طالما أبوك قال لي كذا أنا ذاتي أحاول أساعده. جاب لي الحاجات عمل بركان. أول شيء عمل البركان وثاني عمل بص وعمل يعني كم حاجة لكن كان أحلى حاجة فيهم كان عمل البركان. قمت أنا ساعدته شكرا لك يا ماما وساعدتيني. مما أنا ساعدته خلاص بقى طوالي أي مشروع في المدرسة هو بيتبناه إذا كان مشروع علمي ولا إذا كان مشروع تقني
وبالذات في الالكترونيات، يعني ما شاء الله عليه في الالكترونيات ممتاز ممتاز ممتاز. يعني اي حاجه بيفتحها، لو فتح الموبايل بيرجع بيصلحه في نفس محله، لو فتح يعني التلفزيون، ولو عندي حاجه خربانه ما قاعد ارميها، اي حاجه عندنا خربانه في البيت بنخليها لك، يا اما صلحها يا اما دورها عملها حاجه ثانيه. لكن ما عندنا حاجه بتخرب في البيت يعني بنرميها ولا شيء. فالمهم يعني الحمد لله يعني على تقدم محمد ماشي كويس بمساعده العالم عثمان البلوله، الله يدي الصحه والعافيه، ما قصر معانا والله، متابع كل المبدعين ومتابع كل الاولاد. بحب اهنيه بجائزه المخترع محمد البلوله العالم محمد البلوله، وبنتمنى له ان شاء الله كل التقدم ان شاء الله والازدهار في حياته العلميه، وربنا ان شاء الله يخليه كده لاهله ويسعد بيه ان شاء الله ويتهنوا بيه ان شاء الله يا رب. وانا شايفه نجوان بتقول محمد ده مزعج، محمد ده والله صاحب ولدي طبعا، بيجي في البيت انا ما شايفه له ازعاج، والله العظيم نعمه التربيه ونعمه الادب ونعمه الاخلاق، يعني بيقعد مع احمد ولدي باليوم اليومين في البيت بيبيت معه الا غايته معذبه هي برا، لكن ما شفنا له عذاب نحن ما شاء الله عليه. ربنا ان شاء الله يخليه ومزيد من التقدم والنجاحات ان شاء الله يا رب. بهني محمد اخوي على جائزه محمد عثمان البلوله. وبالنسبه لمحمد من ما هو صغير ما شاء الله كان انه بتحسه تصرفاته غير عن الاطفال، عقله ما شاء الله سابق لسنه، دائما كان بشيل العابي ونحن صغار وبفكفكه دائما من ما هو ما شاء الله عمره 3 سنين، يعني دائما العابي شايله وبفكفكه، انا وهو دائما 24 ساعه كنا على مشكله، وامي دائما تقول لي خلاص خليه بنشتري لك وبنغير لك، وما شاء الله يعني العابي ما بكسره وبنرمي الزباله، لا كان بشيلها وبعمل لها حاجه ثانيه. ودائما يعني ما شاء الله من ما هو كان صغير لاحظنا عليه انه هو غير عن الاطفال، وما شاء الله لما كبر بقى يخترع حاجات يعني زي السياره، سوى له سياره، اخترع له مزارع لجده الله يرحمه، وعمل حاجات كثيره يعني ما شاء الله. حتى المدرسين دائما كانوا بيقولوا محمد اخوكم ده انتبهوا عليه، اخوكم ده ما شاء الله، اخوكم ده وما عارفه شنو، لحد ما جاء يوم وسبحان الله كرمه المهندس محمد عثمان وبقى لنا زي الفخر الحمد لله، ونحن فرحانين شديد انه اخوي عمل الحاجات دي كلها، وبتمنى له التقدم وان شاء الله يكون ويوصل مراحل اعلى من اللي هو فيها. والشكر كله بيرجع لاخونا محمد عثمان المهندس، رفع راسنا في كل الوطن العربي، يعني لنا الفخر انه يكون عندنا واحد من بلدنا يسوي لنا الحاجات الكثيره دي. السلام عليكم، انا احمد عبد الوهاب صاحب محمد عبد الله من الطفوله. احب اهنيه بجائزه باشمهندس محمد عثمان البلوله، وهو كان صاحبي من زمان، كل ما يخترع حاجه بيجي يوريني لها، واخترع حاجات كثيره، بتمنى له التوفيق والمزيد من الاختراعات. انا ياقين عبد الوهاب بدرس في اور اون، بهني لمحمد الجائزه وبتمنى له التوفيق. السلام عليكم، أنا اسمي مجتبى عبد الوهاب الشيخ، أنا بهني محمد عبد الله بجائزته من أستاذ محمد البلولة، وأتمنى له المزيد من التقدم والازدهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الأستاذة هجر محمد سالم قائمة بعمل المديرة في مدرسة الإمارات الخاصة. أتقدم أولا بالشكر الجزيل لحضوركم هذا المكان، وأحب أن أوضح لكم أن المدرسة تدعم الموهوبين فيها وتدعم التعليم، وأصحاب وأعضاء مجلس الإدارة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أجمعون لا يدخرون جهدا من جهدهم في دعم التعليم وتطوره على جميع المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دعم الموهوبين والمخترعين. والمدرسة خرجت عدة أجيال منها المهندسين والمخترعين والمبدعين والضباط والأطباء، ومن ضمن ذلك المخترع الصغير محمد عبد الله عبد الحميد ولقبه في المدرسة المخترع الصغير، وله أخوات قبل كذا سبأ وسجى،
سبق في تخرجت وتدرس الآن في كلية الطب في السودان وسجها أيضا مختبرات طبية. وإذ نشكر جهود ولي الأمر وتواصله مع المدرسة لدعم هذه الاختراعات ودعم التطوير أيضا في المدرسة له دور كبير، حيث أن أولياء الأمور عندما يتواصلون مع المدرسة يكون لهم الفضل الأول وأيضا في تطور أبنائهم ومتابعتهم سواء في البيت أو في المدرسة. وإن شاء الله يكون هذا أيضا سمعة طيبة لنا جميعا ولكم، ويكون جميع الطلبة إن شاء الله من الموهوبين والمخترعين، ويكون لهم دور كبير في خدمة المجتمع وخدمة أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة. والشكر الجزيل موصول لجميع من يدعم التعليم في دولة الإمارات العربية حكومة وشعبا في هذه الدولة الحبيبة التي لا تدخر جهدا في دعم التطوير. والطالب أكرر أن الطالب محمد عبد الله عبد الحميد هو في الصف العاشر متقدم للعام الدراسي 2015-2016، وإن شاء الله يكون هناك أيضا طلاب آخرين موهوبين وسوف نذكر أسماءهم فيما بعد. الشكر موصول إلى العالم محمد عثمان البلولة على هذا، على حضوره إلى هنا وتفضله بكتابة هذه النبذة الصغيرة عن هذا المخترع الصغير وعن المدرسة. وشكرا جزيلا وكر شكري لجميع من يدعم التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن وين بتحب نبدأ محمد؟ بنحب نبدأ من الطيارة. نبدأ أول من طائرة. طيارة يعني دي طيارة إمارات، ألونها بلون وأزينها يكون كعلم إمارات، يعني هي من طيارة ما بتطير لكن بتمشي. الاختراع الثاني عن السيارة الصديقة للبيئة. سيارة يعني سيارة صغيرة لكن يعني بتعامل مع البيئة، يعني هي بتشتغل لكن ذكبتها بالماوس. المحرك بيستخدم لحركة السيارة. الإطارات. الجسم السيارة عبارة عن ماوس. عشان عاملها كزينة وأخذت الماوس من الماوس الكمبيوترات عن امي الخربانه، فقمتها بس طلعت واخذت كإعادة تدوير عشان ما ترميه فممكن تستخدم منه كدرع حمايه. اكثر حاجه لفتت نظري في هذه الاختراعات طبعا طائره، شايف انه مجسم الطائره عباره عن ماوس. انت يعني مصر بس انه ماوس استخدام الماوس. خربت كم ماوس في حياتك؟ ما خربته كثير بس الماوسين بس زين. متاكد؟ تمام. مجسم الطائرة عبارة عن ماوس، سويت له قاعدة. قاعدة للهبوط والهيكل. الطائرة دي جاهزة كده ولا أنت سويتها؟ أنا سويته، يعني عملها تصميم جديد بالنسبة لي. ذكرت لي أنك قمت بتصميم الأجنحة. الأجنحة من تصميم يعني البلاستيك الكوب. من بلاستيك الكوب قمت بقص الأجنحة بهذا الشكل وتركيبها، صحيح؟ صحيح. ممتاز. هل يمكن أن تطير هذه الطائرة؟ نعم يمكن تطير ولكن النزول صعب. يعني عندك مشكلة في عملية الهبوط بالنسبة للطائرة. نعم. طيب ممكن تورينا كيف ممكن تطير هذه الطائرة؟ صح نعم، بجهاز التحكم. تحكم عن بعد؟ جهاز اللاسلكي. ممكن نشوف. شغل الطائرة كمان. نشغل الطائرة من الجهاز الصغير هذا. ممتاز. مزارع آلي من التصميم الهيكل، يعني من اللعب ألعاب التقفز. فيلا بقوم بشغلها يعني من السلك من الداخل الملابس، فبتقوم تشتغل. ممتاز. تستاهل انت كل خير، ما شاء الله عليك، مشروع مبتكر ومشروع مبدع من عمر صغير.